أنهى الوفد البرلماني البحريني اليوم اجتماعاته مع نواب الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي والتي تعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. تأتي زيارة الوفد النيابي تفعيلا لاستراتيجية مجلس النواب في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير العلاقة مع البرلمانات ومن ضمنها البرلمان الأوروبي. لإلقاء الضوء على أهم ما تم طرحه خلال هذه الاجتماعات، ينضم إلينا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية سعادة النائب محمد ميلاد عضو مجلس النواب. بداية وبعد التحية سعادة النائب، وقبل أن نخوض عن ما خلصت إليه هذه الاجتماعات، أهمية هذه الزيارات إلى المجالس إلى البرلمانات الأوروبية. شكرا أختي. طبعا تأتي الزيارات للبرلمانات الأوروبية وخصوصا مع تدشين معالي الرئيس السيد أحمد إبراهيم الملا الدبلوماسية البرلمانية، هو نتيجة أن في بعض البرلمانات وخصوصا في الاتحاد الأوروبي تصدر بعض التقارير بين فترة وأخرى ضد مملكتنا الغالية، وبالتالي كان لابد من الاتصال مع هؤلاء النواب لتفهيمهم الصورة الحقيقية للوضع في البحرين. وطبعا اليوم التقينا بمجموعة من النواب، وكان على رأسهم النائبة ماريا جابرييل نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، والنائب نوركا نيكولاي نائب رئيس حزب الليبراليين، والنائب توماس جيدوفيسكي عضو حزب الشعب الأوروبي، والنائب توماس موسوركوس منسق الشؤون الخارجية للحزب الخضر، وكذلك كريستيان دان. وهؤلاء كلهم طبعا تفهموا للوضع اللي احنا جينا من أجل التواصل ومن أجل أن نرشن البداية للدبلوماسية البرلمانية مع الاتحاد الأوروبي، وأطلعناهم على ثمار المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى كوضع حقوقي ووضع اقتصادي ووضع متكامل للبلد، وتفهموا هذا الأمر. وتطرقنا أيضا إلى الخطر النووي والخطر التدخل الإيراني ومدى تأثيره المباشر على المنطقة، وخصوصا مع تبنياتهم الاستراتيجية العسكرية في المنطقة. نعم، مثل هذه اللقاءات سعادة النائب كيف سوف تسهم كما ذكرت في تغيير ربما الصورة الموجودة عن مملكة البحرين في هذه البرلمانات، ولكن ما هي أهم القضايا التي تم بحثها اليوم من خلال هذه الاجتماعات خاصة ما يتعلق بالشأن البرلماني؟ طبعا ما يتعلق بالشأن البرلماني احنا عرضنا عليهم ايضا الاستفادة من خبراتهم. نعم، تستفيد البرلمان البحريني في التشريعات وخصوصا المشترك، خصوصا ما يتعلق بالإرهاب وما يتعلق بالميزانية العامة، فيما يتعلق عندي نقطة اللي هي الاستراتيجية في الحفاظ على ضمان العملة أن ما تهتز. هذه طبعا وافقنا فيها، وكان في لجنة صداقة فعلت وطبعا دشنها معالي الرئيس، والآن أيضا إحنا راح ندشن وهم وعدونا بأنه نلتقيهم، وهم راح يعني دعوة من رئيس المجلس إلى البحرين لنستفيد من هذه العلاقة. نعم نعم سعادة النائب محمد ميلاد عضو مجلس النواب، كنت معنا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، شكرا جزيلا لك.